رجل صلى خلف إمام في صلاة جهرية فنسي الإمام آية من القرآن الذي قرأه في تلك الصلاة ففتح عليه هذا الرجل مرتين ولم يمتثل الإمام لهذا الفتح، ثم بعد الصلاة ذكر هذا الإمام أن صلاة الرجل الذي فتح عليه باطلة لأنه تكلم في الصلاة من غير إذن الإمام، وأن أنه إذا نسي آية من القرآن دون أن يغير المعنى فذلك جائز. نرجو من فضيلتكم تبين الأحكام يعني المتعلقة في مثل هذا الموقف. والله أولا هذا الموقف موقف خطير، موقف الإمام، أما الذي فتح عليه فجزاه الله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية ويصلي ثم ذكر بها فقال له فقال للرجل هل لا ذكرتنيها، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالقرآن وسيد الخلق، قال هل لا ذكرتنيها، فحتى وعلى أن يذكروا بها. فنحن نشكو لهذا المأموم الذي فتح على إمامه. أما الإمام فإن موقفه خطير جدا، أولا لأنه جعل مدار بطلان الصلاة وعدم بطلانها أن يأذن هو للناس أن يفتحوا عليه أو لا يفتح، لأن صلاتك باطلة لأنك فتحت علي بدون إيش؟ بدون إذن، فكأنه جعل نفسه مشرعا. ثانيا قوله إنه يجوز للإنسان أن يحذف آية من القرآن إذا كان لا يتعير به المعنى، هذا خطير، هذا ينافي قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. ولذلك أنا أرى أن من الواجب أن تنصحوا هذا الإمام إذا كنت تعرفونه وتذكرونه بالله عز وجل وتقول هذا كلامك خطأ، وإن أصر على ذلك فلا بد أن يرفع إلى الجهات المسؤولة.